كاسم خليك عقد الغطا يا ابو كاسم ترى اللي يحسبونك مخلبي ربات ومطاليف كاسم يا ويل قلبي ضاع البيت والسبه هالتلفزيون الله يرحم ايامك يا مسرح العرايس لا شفتي على قناه رقم 650 صحيح لا 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 المسلسل كان ممل جدا لا لا يا شيخه لا ما شفتهاش صدقيني اسمها ايه قناه ايه قناه الف خلاص خلاص حوعدك أشوفها خلاص طيب طيب مع السلام مع السلام تعالي يا كمارة حطي لي على أخبار لا بابا لا في الهين مسلسل صيني مدبلج بالعربي ماما يشوف كل يوم بعدين ماما يسوي زعل ويقول أنت يا كمارة ما تفتهمين يعني ما تفهميش يا بنت الحلال حطي لي على أخبار أقول لك في خبر عاجل يما يما شوفي جاسم قاعد يطلق علي الرصاص اي اي ايه يا عيال بيكفي خلاص خلاص نقرت راسي خلاص جاسم قاعد يحولني من انسان الى نبات بالسلاح اللي بيده هذه اخرتها يا محطاتنا الفضائية الله يرحم كان في زماننا التلفزيون يشتغل 6 ساعات وبس محطة واحدة يبدأ بالسلام الوطني والقرآن وينتهي الأخبار 10 مساء يا زلمة روح خلصنا هو في أحلى من أيام زمان أي ما هم هبل أولادنا 2000 محطة أي ابن كاسم صار يتأتئ من كد ما براسه معلومات وأفلام ومسلسلات وخرابيط زمان بكيت تشوف مرتك وولادك والحشورة والكطينات والزتونات والختيار أبو طلحة الله يرحمه وقصة أبو زيد الهلالي مش مسلسلات مدبلجة ملهاش بتاريخنا خاص يا راجل هو في أحلى من الفضائيات ده انت بتشوف العالم بين ايديك ومعتصماه بتشوفها على الهواء مباشرة أولا لا يا راجل أيام زمان مفيش حاجة تشوفها دلوقتي الدنيا تغيرت ده انت اكيوريسي اولد يعني دقة قديمة يرحم روحك يا ختيار كريتنا يا ابو طلحة بكينا نقعد عنده بالديوان واللي يجاوب على سؤاله كان يعطيه حبة كطين وراحة راحت ايه وحلال ايه يا راجل زمان زمان البركة صحيح لكن زمان الجهل وايام ما فيش حاجة غير الفراخ وام العيال والعيال ساك الله عهديك الايام تغيرت عادات الناس وتقاليدهم بسبب هذا الجهاز المسمى تلفاز ليك نادي على فاطمة خانم خلينا نشرب قهوة مع بعض حاضر امي هلأ بحكي لام هذا القبضاي سوزان خانم عينو خال يا ابو جاسم الدنيا اخدو خليك عقد الغطا أبو جاسم وأبو كاسم أبو جاسم وأبو كاسم أبو جاسم وأبو كاسم خليك عقد الغطا يا أبو كاسم ترى اللي بيحسبونك